انا كنت اعمل في وزاره الخارجيه في الرياض مع في فتره وجود الوزير المخلافي. كان الامر طبعا يقول انه لابد من ممارسه الضغط السياسي والعسكري على حكومه صنعاء لكي تاتي الى الحوار. ولكن لم يحدث ذلك لاسباب عديده، كان من ضمنها فشل وفساد الحكومه الشرعيه في آن من اداره المعركه، من دفع مرتبات الجنود، من القيام. فهذا الفشل للاسف اوصلنا الى وضع مختلف الان. هناك تقارب سعودي ايراني، وهناك رغبه حوثيه في ان في السلام بالتاكيد ستكون مشروطه بتحقيق مكاسب دائمه، وربما يصلون الى ذلك ام لا، هذا مشروط ايضا بما تقوم به الحكومه الشرعيه. لماذا اقول ذلك؟ لان الذراع الدبلوماسي والسياسي للحكومه الشرعيه الان والمجلس الرئاسي مشلول. يعني انا اعتقد منذ غياب الاستاذ عبد الملك المخلافي الى الان هناك تخبط سياسي وتخبط دبلوماسي. الولايات المتحده ايضا معنيه والمجتمع الدولي معني بمكافحه الارهاب. فلكي يولوا اهتمام لنا كحكومه شرعيه ويقتربوا ويتحدثوا معنا بتفاصيل اكثر كدوله قادره، لابد ان نكون موجودين على محورين. لكن 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 السعوديين يقولون هم مجرد وسيط وان الامر برمته سيحال الى حوار حوثي شرعي. مشرف على اليمني. هي تقول انها وسيط، ولكن انا قد استخدم مصطلح مشرف باعتبار لها انها تستضيف الحكومه اليمنيه كما اسلفت، وان اصبح لها حوار مباشر مع الحوثيين، وهذا شيء محمود. نحن نريد اي تقارب ينهي معاناه شعبنا. ولكن بالعوده الى الفكره التي اريد طرحها من فضلك، ان الغرب والولايات المتحده مهتمه بمكافحه الارهاب، وليس هناك جهاز امني عسكري قادر ان يكون ند او شريك للمجتمع الدولي في هذا. الموضوع الاخر، لابد من ذراع دبلوماسي يتبع المجلس الرئاسي لكي يستطيع ان يوصل فكره ومبادئ وموقف الحكومه الشرعيه في هذا الامر. نحن الان نرى ان رئيس المجلس الرئاسي موجود في نيويورك ويعمل على عقد لقاءات بعضها تنموي بعضها سياسي، ولكن المجتمع الدولي في رايي انا معني بوقف اطلاق النار اولا ثم مكافحه الارهاب.